افتتح الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد بمعية نظيره الباكستاني آصف علي الزرداري على الحدود الإيرانية الباكستانية أعمال مد أنبوب نقل الغاز الطبيعي من إيران إلى باكستان خلال حفل جرى بالقرب من شبهار الواقعة جنوب شرق إيران. طول الأنبوب يبلغ 2700 كيلومتر وتقدر كلفة المشروع النهائي بأكثر من 7 مليارات ونصف مليار دولار. إنجاز مد الأنبوب في الجانب الإيراني تم بطول 1220 كيلومترا، فيما يبلغ طول أنبوب الغاز في الأراضي الباكستانية 780 كيلومترا، ومن المقرر إنجازه بمشاركة إيران خلال عامين. هذا المشروع واجه منذ بدايته في العام 2010 صعوبات بسبب مشاكل في التمويل في الجانب الباكستاني وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول عزل إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.